فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل سافر من القصيم بنية العمرة. رجل سافر من القصيم إلى مكة بنية العمرة، لكنه جلس في المدينة قبل ذلك 3 أيام، ثم ذهب إلى جدة فجلس فيها مثل ذلك، ثم ذهب إلى الطائف وأحرم من الطائف. ما مثل ما أجبنا، ما يفيده ذا، يلزم فدية. إحرامه صحيح لكن يلزم فدية، لأنه أحرم من دين من دون الميقات الذي مر به وهو يريد العمرة. نعم، وهو الحليفة. نعم.